حكايات المونديال. في حكايات المونديال باش نبداو برسالة مؤثرة لمواطن قطري. هذا شنو قال فيها؟ باش نمشيو مباشرة في انتظار انه يحضر الاكستري، نسمعوا الاكستري ونرجعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة لاخواني واخواتي التوانسة. الجمهور التونسي من اقوى الجماهير اللي شفتها في كأس العرب، وهذا اللي خلاني ادخل كوكب تونس. خلاني اشوف شنو هالجنون الكروي اللي عند الناس، يعني شنو تونس، يعني شنو ثقافة تونس. يعني صار عندي اصدقاء توانسة، صار عندي تجيني هدايا، اكلات، شاشية. التوانسة يحبون اللي يفرح فيهم، يفرح معاهم. وقت انتم تزعلون انا اترككم، لا، هذه ما صارت. المباراة اللي فاتت هذه مالت استراليا ما جيت، حكم انه عندي ظرف صحي. ان شاء الله المباراة الجاية مع فرنسا، وان ما فاز المنتخب التونسي تشجيعكم لا ينقطع. انتم اقوى جمهور على مستوى العالم رقم واحد. اللي قال رقم اثنين دراسة، ما دراسة هاي كلام فاضي، بلها واشرب ميتها على البلد، ولكن انتم رقم واحد. شدوا حيلكم وتشوفكم في المباراة. محليها الرسالة، وبالحق هذا ما خليني تمشي نفركس على المواطن القطري هذا ونتواصل معاه، اللي هو يحيى العوا واللي حاضر معنا مباشرة بالهاتف. صباح النور يحيى، مرحبا بك معنا في برنامج كافي كريم. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا فيكم. كل الشكر ليك على الكلمات المؤثرة اللي وجهتها للجمهور التونسي، وفعلا كان عندها أثر كبير عند كامل الشعب التونسي يحيى. والله من غير مضيع أنا قلتكم. أي والله غير مضيع حلوة. وصراحة هذه كلمات كانت يعني من القلب، لأن وجهت أكثر الناس اللي كنت أشوفهم يشجعون، وكانوا التونس اللي دائما في سوق واقف في مشارب، دائما في كتارة عندنا في الرقم التونسي اللي في كتارة، أنا متواجد هناك بشكل شبه يومي يعني. فشفت الناس يعني متضايقة، فأنا راجع من الخدمة، راجع من الدار، استخدم بعض الكلمات التونسية يعني. لقيت الناس يعني، تذكرت الناس وهم يعني متضايقين وزعلانين شوي، واللي متغشش واللي خلاص يعني ضايقة في الدنيا. فوالله ما توقعت الرسالة هذه تصل لهذا الحد يعني. توقعت أنه يعني راح يشوفونها يعني ممكن 1000 2000 3000 مشاهدة عندي في الأكاونت. استغربت اني بعد ثاني يوم وصلت فوق 40,000، فقلت يعني ان شاء الله تصل يعني. وصلت للاعلام التونسي يحيى، خاطر الكلمات كانت صادقه، والكلمات الصادقه هي اللي تاثر في وقت اللي محتاجين نسمعوا كلمات دعم وتشجيع، وكيف تجينا من مباشره من قطر، حاجه تشرفنا برشا. نتعرفوا عليك يحيى، مثالش فرصه هكا نحكيوا عليك. ريت عديد الفيديوهات نتاعك، انت من مؤثرين في 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 قطر، وان شاء الله موفق في كل الحاجات اللي تعمل فيهم. يعيشك. وانا طبعا اللي خلاني يعني احب تونس، واللي خلاني اتعلق بهذا الحب الجميل اللي هم اصدقائي التونس، هم اللي حببوني بهذه الثقافه، بهذه اللهجه، بهذه الدولة اللي الحين الجمهورية الجميلة هذه اللي انا الحين ما زرتها، اشوفها بس في السوشيال ميديا. صراحة ما شفت من الاصدقاء التوانسة غير الاخلاق الطيبة، غير التعامل الطيب. كل شخص من كل منطقة حسيت انه هو سفير لتونس، فيشرح لي عن تونس كأن بلده، كأن عفوا منطقته، اللي من الساحل، اللي من العاصمة، اللي من بنزرت من الشمال، اللي من الغرب من الكاف، اللي من طبرقة، اللي من قابس. كل شخص يشرح لي ان منطقته هي منطقه هي العاصمه، ويشرح لي عن تونس، يعني شفت تونس باعين التوانسه شيء جميل. فواجب علي ان انا بدل ما اوقف مع اصدقائي بس في الفرح، اوقف معهم في الحزن يعني، في الزعل يعني، على اساس ان نعين ونعاون، احنا نوقف مع بعض في الاوقات الحلوه والاوقات الصعبه. هذه اللي محتاجينه يحيى، وكل الشكر ليك. انت سبق لك ان زرت تونس والا لا؟ لسه والله. انا يعني الـ 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 من الاشياء الـ الـ الغريبه ان عملت فيديو اخر كان على اكونت توني جرام. ما اعرف، الله يقولون انه صار عندكم ترند في تونس اللي هو حبيبي كنت تريدي، هذا كان بصوتي. كاني ادعو للناس ان حياكم تونس، وانا للحين ما جيت تونس.
وهذه دعوة مفتوحة ليك يحيى باش تزورنا لهنا في تونس، ويشرفنا برشا تواجدك هنا. قاعدين تراو في الفيديو نتاع يحيى وهو لابس الشاشية التونسية واللبسة التونسية. ألف شكر ليك على الكلمات اللي اعطيتهم لنا والدعم اللي اعطيته للجمهور التونسي، ومحليه الكلام اللي حكى لينا. وبالحق جمهورنا كان أفضل سفير التونس في قطر. حبيت نشكره على حسن الترحاب متاع المواطنين القطريين للتوانسة، لكن انقطع الاتصال. باش نكملوا نواصلوا في حكاية الموضوع.